السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله سوف نتكلم عن المواجهة المرتقبة بين مولودية وجدة ونهضة بركان. مواجهة ستكون خالصة وأكيد بدعم الجماهير الطرفين، جماهير مولودية وجدة وجماهير نهضة بركان رسميا سيكونان حاضران في هذه المواجهة المرتقبة ليلة الأربعاء، ليلة رمضانية ستكون بامتياز إن شاء الله في ديربي الشرق في كلاسيكو الشرق كأس العرش. إذا رسميا حضور الجماهير في هذه المباراة، رسميا السلطات المحلية هنا في مدينة بركان سمحت لجماهير مولودية وجدة وجماهير نهضة بركان من أجل الحضور في هذه المباراة. إذا إخواني، هذا هو الخبر العاجل الآن بالنسبة لعشاق الفريقين، وصراحة خطوة ممتازة، وإن شاء الله نتمنى ونشوفه إن شاء الله. الأهم هي الروح الرياضية والأخوية بين جماهير مولودية وجدة وبين جماهير نهضة بركان. إذا بعد مفاوضات مستمرة بين إدارة النادي البرتقالي نهضة بركان والسلطات المحلية هنا في مدينة بركان، تم الموافقة رسميا على حضور الجماهير في هذه المباراة، مباراة الأربعاء إن شاء الله بحول الله، التي ستلعب على الساعة 10 ليلا بالملعب البلدي ببركان في دور 16 من كأس العرش. إذا مبروك لكل الفريقين، مبروك لعشاق الفريقين، أكيد حضور جماهيري سيزين مدرجات الملعب البلدي، سيعطي نكهة خاصة لهذا الديربي الذي دائما ننتظره بشغف كبير. ولكن رسالة واضحة لكل عشاق نهضة بركان ولعشاق المولودية الوجدية، إن شاء الله نتحلوا بالروح الرياضية والأخوية بين الجماهير في هذه الأجواء الرمضانية. لا يعقل أننا دائما نفسد مثل هذه المباريات، لا يعقل بأننا دائما ما نتسبب في صراحة في تشويه هذا الديربي الذي صراحة دائما يشد الأنظار لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. إن شاء الله نتمنى وإن شاء الله تكون واحد رسالة قوية، واحد رسالة واضحة لجماهير نهضة بركان وجماهير مولودية وجدة، أن ليلة الأربعاء ليلة رمضانية، ليلة كروية، ليلة رياضية بامتياز إن شاء الله يشهدها الملعب البلدي بعد السماح السلطات المحلية بحضور الجماهير الفريقين لدعم الفريق في فرقهم في هذه المباراة. مباراة مصيرية، مباراة الإقصاء، ليس مباراة وكأنك تلعب في البطولة، مباراة الفوز يعني التأهل لمواجهة الدفاع الحسني الجديد الذي تأهل سلفا على حساب نادي سريع وتزم، الخسارة يعني مغادرة مسابقة كأس العرش. إذن الفريقان يطمحان من أجل الظهور أفضل في هذه المسابقة، بحكم أن مولودية وجدة ونهضة بركان لم يقدموا الأفضل في الدوري المغربي، تبقى فقط مسابقة كأس العرش. إن شاء الله نتمنى لا فريق النهضة الرياضية البركانية ولا المولودية الوجدية أنه يحقق الأفضل، نصفقوا له ونقولوا له مرحبا، لأن كتبقى المنافسة وحيدة بالنسبة لفريقين من أجل التتويج بلقبها وهو لقب كأس العرش. إذا رسميا إخواني في هذا المباشر والعاجل، السلطات المحلية هنا في مدينة بركان سمحت من أجل حضور الجماهير في اللقاء الأربعاء في ديربي الشرق في الدور 16 من كأس العرش. وهذه رسالة كما قلت لكم واضحة بالنسبة لجماهير مولودية وجدة التي ستتنقل من مدينة وجدة إلى مدينة بركان. إن شاء الله السلامة للجميع، ونتمنى إن شاء الله نفرحوا كاع جهة الشرق، ونشوفوا إن شاء الله ديربي في المستوى، ونشوفوا إن شاء الله تيفو رائع على مدرجات الملعب البلدي وإبداعات الجماهير الطرفين، سواء جماهير سندباد الشرق أو جماهير البرتقال في هذه المباراة. الأهم هي الروح الرياضية، الأهم هي أنها تسود الروح الرياضية والأخوية بين الطرفين. إن شاء الله إن شاء الله هذه المرة تسلم الأمور، وإن شاء الله نعيش أجواء فرجة جميلة جدا هنا في جهة الشرق وفي هذه المباراة، وهكذا باش ما نخليوش حتى المراهقين أنهم يفسدوا هذه المباراة، أنهم صراحة يخليوا أن المباراة تخرج على نطاقها الرياضي. نتمنى إن شاء الله تكون رسالة واضحة، يعني بعد سماح السلطات المحلية بحضور الجماهير، نتمنى يكونوا الناس عقلاء والجمهور ديال مولودية وجدة ولا ديال نهضة بركان يكونوا خوت إن شاء الله، ويدخلوا الملعب يعني كرجل واحد. ونتمنى إن شاء الله جماهير ديال مولودية وجدة تحل هنا في مدينة بركان قبل فطور المغرب، ويشوفوا جماهير ديال المولودية وجدة هنا تجول في شوارع مدينة بركان يعني بأريحية، ويفطروا هنا في الملعب أكيد، وإن شاء الله نشوفوا هذا الجو الأخوي يعود مرة أخرى إلى جهة الشرق وإلى الجماهير المولودية الوجدية ونهضة بركان. هذه هي رسالة
وهذه رسالة لكل جماهير الطرفين. إذا مباراة ممتازة، مباراة ستكون قوية أكيد، مباراة كسر العظام بين الفريقين، من يفوز سيتأهل لمواجهة الدفاع الحسني الجديد في الدور ربع نهائي، الخاسر سيغادر هذه المسابقة. وإن شاء الله الأهم هو أن نشوف الفرجة والمتعة على مدرجات الملعب البلدي بمدينة بركان. ديربي الشرق مرودية وجدة توجت في هذا في كأس العرش، وللإشارة إخواني لم يسبق لمولودية وجدة أن واجهت فريق النهضة الرياضية البركانية في مسابقة كأس العرش، يعني لأول مرة في التاريخ هذه المواجهة ستكون بين مولودية وجدة ونهضة بركان في مسابقة كأس العرش. سبق لفريق البرتقالي اللعب مع فريق ممثل الشرق آخر وهو نادي الاتحاد الإسلامي الوجدي، يعني لم يتواجه الفريقين من قبل في مسابقة كأس العرش. نهضة بركان واجهت الاتحاد الإسلامي الوجدي على مركب مولاي عبد الله بالرباط وحققت الانتصار وتأهلت للنهائي آنذاك، ولعبت مباراة النهائي نهضة بركان أمام الكوكب المراكشي على إثر خسر الفريق البرتقالي بأربعة أهداف لصفر. وكان الموسم الأخير بالنسبة لفريق النهضة الرياضية البركانية في قسم الأضواء، على إثرها غادر الفريق النهضة الرياضية البركانية إلى قسم الهوات. إذن هذه المواجهة التي كانت بين فرق الشرق يعني الاتحاد الإسلامي ونهضة بركان سبق لهما أن تواجها في مسابقة كأس العرش، بينما مولودية وجدة لم يلعب مع فريق النهضة الرياضية البركانية في هذه المسابقة، لأن كأس العرش مباريات كأس العرش لها نكهة خاصة، كل مباراة لها خصوصية وكل مباراة لها قوتها وكل مباراة لها تكتيك معين. بالنسبة لمسابقة كأس العرش أكيد هي مباراة تربح ولا تلعب، غادي نشوفوا مباراة كبيرة، غادي نشوفوا مباراة صراحة في المستوى بين الفريقين بحكم أنها مباراة الإقصاء، بحكم أنها مباراة يعني الفوز التأهل إلى الدور القادم، الخسارة يعني المغادرة. وهذا ما نتمنى إن شاء الله، هو الأهم أن نشوف الروح الرياضية والأخوية دائما حاضرة بين جماهير مولودية وجدة وجماهير نهضة بركان. إذا إخواني أعتذر على هذا البث المباشر السريع، كنت غادي ندير لكم واحد المباشر من أمام الملعب البلدي. إن شاء الله بعد أذان العشاء إن شاء الله وصلاة التراويح أكيد ضروري، لأن إن شاء الله وهكذا نكون نديروا بث مباشر، لأن غادي ينطلق عملية التذاكر وبيع تذاكر هذه المباراة. التذاكر ستكون بعد الفطور إن شاء الله بحول الله. إذن التذاكر 20 درهما للمنعرج الشمالي والمنعرج الجنوبي، المنصة 80 درهم، بالنسبة للمدرجات اللي أنفص مع المنصة غادي تكون ب 30 درهم. إذن هذه أثمنة التذاكر هذه المباراة، مباراة الديربي بين مولودية وجدة وبين نهضة بركان. إخواني كما قلت لكم لم يسبق للفريقين أن تواجها في هذه المسابقة، لم يسبق للنادي البرتقالي أو نهضة بركان تواجه مع بعضهما بعض في هذه المسابقة، لأول مرة ستكون مواجهة رسمية في كأس العرش وفي الدور 16. إذن بالتوفيق إن شاء الله لكل الفريقين، والأهم هو أن نشوفه إن شاء الله جمهور كبير، وهو الأهم أننا نشوفه إن شاء الله جمهور يزين مدرجات الملعب البلدي، والأهم هو أن نشوف المباراة تنتهي بروح رياضية. ونبقاو نتكلموا بأننا شفنا واحد العرس كروي في الجهة الشرقية، شفنا صراحة إبداعات جماهير ديال مولودية وجدة وديال نهضة بركان، ونفرحوا جميع وهكذا نفتخروا بأن الحمد لله الدربي مر بسلام ومرت الأمور بسلام، والشكر جزيل بالنسبة حتى للسلطات المحلية التي صراحة سمح بحضور الجماهير في هذه المباراة، نشكرهم جزيل الشكر. أكيد غادي تكون هناك صراحة إجراءات أمنية مشددة حول هذه المباراة أكيد، وإن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله لكل من ساهم من قريب أو بعيد في صراحة في الموافقة على حضور الجماهير لهذه المباراة. شفنا لم يتبقى سوى 24 ساعة على انطلاق تذاكر المباراة، كانت هناك مفاوضات بين إدارة فريق النهضة الرياضية البركانية والسلطات المحلية هنا في مدينة بركان، الحمد لله تم السماح بحضور الجماهير في هذه المباراة، لكن يبقى دورنا يبقى اللي علينا خصنا نديره، وهو الأهم وأننا نلتزم بالروح الرياضية وأننا نكون متسامحين مع الجميع في هذه الأجواء الرمضانية، وهكذا كل واحد يخرج ضاحك في هذه المباراة، واللي ربح نقول له مبروك، هذا هو الأهم، يعني تبقى الروح الرياضية هي الأهم، اللي ربح نشجعوه ونصفقوا له نقول له مبروك ونساندوه إن شاء الله في المباريات القادمة مع الدفاع الحسني الجديدي.
خويا شرف، بالنسبه لتيكي غادي يبدي بعد الفطور ان شاء الله بحول الله، صلاه التراويح العشاء ان شاء الله غادي يحل الكيشي ديال الملعب البلدي. كاين كيشي اللي غادي يكونوا ثلاثه ديال الكيشيات، غادي يكون في الملعب البلدي يعني اللي رسمي دائما، وغادي يكون قدام البشويه، وغادي يكون كيشي اخر ثالث غادي يكون في القاعه ديال مولاي الحسن في الطريق السعيديه. يعني هنا ثلاثه ديال الكيشي غادي يحلوا بالنسبه للتذاكر، وهذه رساله جماهيريه للفريق النظريه ديال بركانيه، يعني الانسان يتقدى التذاكر ديالو يعني في بأريحية. يعني ثلاثة ديال الجيش اللي غادي يحلوا، يعني ممتاز، خطوة ممتازة من طرف إدارة فريق النظرية ديال بركانية باش ما نشوفوش هذاك الاكتظاظ على التذاكر. يعني كاين ثلاثة ديال الجيش كما قلت لكم في الملعب البلدي وأمام البشوية وفي القاعة ديال مولاي الحسن بطريق السعيدية. كل التوفيق إن شاء الله إخواني في هذا اللايف المباشر إن شاء الله اللي تكلمنا فيه عن الأجواء ديال هذا الديربي بعد السماح حضور الجماهير في الأجواء الرمضانية، وإن شاء الله نعيش أجواء جميلة جدا ونعيش أجواء صراحة من الفرحة والنشاط بين جماهير مولودية وجدة وبين جماهير نهضة بركان. تعودنا على هذا الديربي دائما يمر في أجواء صراحة لا تليق بديربي الشرق، وإن شاء الله هذه المرة إن شاء الله نكونوا خوت إن شاء الله، وهكذا ونقدموا صورة حضارية على ديربي الشرق ونسوقوا أجمل صورة عن جهة الشرق وعن الفريقين، لا مولودية وجدة ولا نهضة بركان، فريقان كبيران، فريقان يستحقان أن يقدم الأفضل، أن يعطي صورة حضارية في الوطن العربي وفي المغرب إن شاء الله في لقاء الأربعاء إن شاء الله. واش يكون تيفو خويا؟ ما نقدرش نقول لك انا بالنسبه للتيفو واش غادي يكون، ولكن بالنسبه حتى الحضور ديال الجماهير اللي جا في واحد الوقيته كما نقولوا يعني بعد المفاوضه ديال الاداره نهضه بركان مع السلطات المحليه يعني 24 ساعه، واش تكون كافيه ولا ما كافياش بالنسبه الاورنج بوز باش انهم يهيئوا شي تيفو؟ هذا ما نشاهده ان شاء الله في الساعات القادمه ان شاء الله بحول الله. اذا تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، هذا لايف مباشر وعاجل حول حضور جماهير الناديين مولوديه وجده ونهضه بركان في لقاء الاربعاء ان شاء الله بعد غد ان شاء الله، غدا ان شاء الله في ديربي الشرق. المواجهه ستكون على الملعب البلدي على الساعه 10 ليلا. كل التوفيق للفريقين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وصحه فطوركم.